انا حكيت عليه وقلت فما باش تصير بين رئيس الحكومه باش تصير هو والرئيس نتاع النداء هو رئيس الجمهوريه شويه اختلافات وصارت بالحق نحكيتها عليه السنه نقول زاده هو باش يقرب من سقوط النهضه وباش تصير به في اخر العام نشوف فيهم كلي هو باش رئيس الحكومه باش يصير اختلافات مع الشعب اللي النهضة تبعدوا عليها وتنجم باش يصير بينهم اختلافات وباش يحبوا يبعدوا عليه طريقة غير مباشرة وباش يولوا أعداء لبعضهم هذا شو يقولوا لي يوسف الشهاب باش يولوا عدو للنهضة باش يولوا أعداء لبعضهم بون مش أعداء في الظاهرية أما في الخفاء باش يولوا أعداء لبعضهم النهضة باش تدور ولا يوسف الشهاد ولا باش يدور؟ لا مش يوسف الشهاد النهضة هي باش يدوروا عليه يحبوا يقضوا به مصلحتهم باش يحبوا يبعدوا عليهم على خاطر هو حطوه في الواجهة مع جماعة مع الشعب ولا هو مع الشعب ماهوش ولا الشعب باش الناس الكل اللي هو سبب الغلاء المعيشة وبرشا حاجة وقتها حتى النهضة تحب تبعدوا عليها معناها كارتا ما عادش يتصلح لهم ثلاثة أحزاب قويين عبير موسى النهضة مازالت موجودة النداء وراء فما ضربة باش يقوى شوية أما راني ما يوصلش للعشرين ينتهي في العشرين في 2019 2019 ينتهي النداء دونك يقولوا لي ثم ثلاثة أحزاب أخرين باش يجمعوا خاطر البلاد باش ينهار من العرك نتاعهم والخصومات وهم يتعاركوا باش يخوضوها البلاد وباش الشعب وضرب ومضروب وكل فئة باش تقص تونس كل هذه عندها إسلاميين وباش تولي وقتها باش يتفاهموا ثلاثة أحزاب قويين ثم مجموعة أحزاب باش يولوا في حزب كبير عبير موسى باش يقوى حزبها وشفت فيها صحيح هذه متأكدة منها وفما أحزاب أخويرين باش يقويوا وباش وقتها باش يتفاهموا تيحكموا تونس باش على البلاد ما تنهارش الحزب الجديد يقولوا لي هو ثم حزب فرض روحه صغير دونك فما حزب ماهوش يقولوا لي فما حزب باش يمشوا فيه مجموعة أحزاب هو عنصر ضعيف أما هما باش يقووه وباش يتحدوا مع بعضهم مازال ما تصنعش الحزب باش يمشوا فيه وقتها وذا باش يولي قوي باش يكون موجود في 2019 2019 بدا يبرز بنجوميته و 2020 يبدا في يحكم في القيادة نتاعنا يعني بإذن الله وهو باش يحكم في 2019 وإلا لا 2019 هو اللي باش يبرز بنجوميته هو باش وحده باش يكسر النهضة والنهضة مش باش حتى باش يكسرها باش تكسرها الغرب خاطر فما نشوف انتهائها في 2021 شتو في النهضة النهضة ما عادش موجودة في تونس جمهورية وكيفاش باش تشوف النهضة في 2019؟ باش تتفكك فما فيهم حد كبير باش يوفى صلوحيته ودونك اللي باش يمشيو على العالم كل واحد يشد ثنين والله النجم ولا مع مشكلتها ما فيهمش حتى حد كل مره يطلع واحد وبعد يجي كل واحد يولي ضحيه واحد هذاك ما فيهمش نجم لا مع الحقيقه باش تسلط عليه الاضواء هو وزير الحكومه هذايا رئيس الحكومة بعد شو فيه بشي كانوا بشي تجيب برياضة كي تفد منه معناها الناس الكل بشي يولوا ضده بشي يولي يصارع بعد بشي يحب يخمم من في الانسحاب فهمت بعد والاخرين بعد بشي تجي زادة عنده بشي يكون رئيس بيجي بشي يولي زادة ضحية قدر بشي يعملوا عمليات واحد يدز الكرة الواحد باختصار وكل واحد يولي ضحية أما النهضة باش يكتفوا بعباد أخرين وهم باش يعاودوا مازالت عندهم الحظ في الحكم راهو 2020 ينتهوا في النهضة أما في 2019 هما موجودين في الحكم موجودين في الحكم وباش يشدها بريد الجيش ومازالوا هما عندهم يد خفية ديما يحكم مصيره باش هو يحسها تخليه بس كل الدار تعليم باش يجبد روحهم الحكم ويخليهم شوف فيه في برا بعيد يتفرج فيهم كلهم باش يخلي لهم الطاوله ويخرج على الباشي قايد السبسي الباشي قايد السبسي باش يصارع صراعات كبيره في 2019 خاطر بالحق هو وقتها باش يحس فهمت خاطر وقتها باش تدخل تونس بعضها بالكدا فهمت بعد شوفها باش يفكوا الحكم الاخرين باش يفكوا الحكم بالسيف اما ماهوش باش يدوم لهم برشا
خاطر فما باش تولي يد الفوق هما واحد يفتك الحكم الواحد، اما فما يد خفيه باش تفك للنهضه الحكم، وباش واحد منهم باش يختالوه والا باش يموت موت طبيعي صعيبه شويه، ما كانوا باش يختالوه باش يبعدوا النهضه باش يبعدوا الاسلام من دائره السياسه ولا بشكل